رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. أولا ليعلم كل أحد أنه ليس أحد معصوما من الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الذين يحذرون من فلان ومن فلان ليذكروا العيب الذي تقصدوه من ذلك عن ذلك الشخص، ثم ليبينوا الدليل على فساد ذلك العيب الذي فيه. وأما مجرد تتبع ليس من سنة المسلم أن يكون حريصا على التماس عيوب للآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم من يتتبع عثرات الناس إذا كان لهم عثرات، ثم قد يعثر الإنسان ويندم ويتوب. وليعلم الإنسان أن من تتبع عثرات الناس تتبع الله عثراته، ومن التمس عورات الناس فضح الله عوراته. يحرص الإنسان بالنسبة لمعرفة هؤلاء، يعني ما أعرف شيئا بعينه أنه سوء، الشيء عمر أعرفه كم أكثر من يعني قبل أن يكون له شأن عند الناس، وكذلك الشيخ ربيع، ولا أعرف عنهم أي فساد في الاعتقاد، ولست ممن يسمع كثيرا لما يقولون. قد أكون سمعت قرأت بعض الأشياء للشيخ ربيع هادي ولا أعلم، ولذلك وسئلت عنه مرات وأثني عليه في العقيدة، والناس ما سلم منهم أحد. الناس ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الناس.